تحية طيبة عليكم وعلى جمهوركم الكريم. يعني يأتي التوغل التركي في شمال العراق وخاصة في منطقة إقليم كردستان في منطقة دهوك بالعمادية كفتح خط مد استراتيجي تابع للقوات التركية كخط تأمين لمكافحة حزب العمال الكردستاني، واللي هو يعتبر الجانب التركي هو تهديد للأمن القومي. يعني بحاول الجانب التركي أن يتخذ مناطق جبلية كخط للصد ومكافحة حزب العمال الكردستاني، لأنه يعتبر أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من المنطقة الشمالية ومناطق الجبال هي منطقة لشن العمليات ضد تركيا. طبعا بالتأكيد يعني هذه هي مبررات الجانب التركي يستغلها لانتهاك السيادة العراقية باسم مكافحة الإرهاب، وبالتأكيد هنالك استراتيجية للجانب التركي التي يعلنها بشكل واضح أنه محقت عناصر حزب العمال الكردستاني. يعني تعرف ان تركيا منذ عقود تقوم بعمليات عسكريه شمال العراق وضد معاقل حزب العمال الكردستاني، لكن هذا التوجه لانشاء طريق وبنى تحتيه عسكريه لتعزيز المرونه الحركه القوات التركيه مما يسهل عليها المطارده لاستهداف العناصر. طبعا ايضا كان هناك هدف رئيسي يتحدثون عنه هو اقامه منطقه عازله خلال انشاء قواعد عسكريه وبنى تحتيه منها الطريق لتسعى إلى إنشاء كمنطقة آمنة وعازلة على طول الحدود العراقية الرابطة ما بين العراق وتركيا وصولا إلى سوريا. وهذا الموضوع هو ليس بالموضوع السهل، يعني هم يتحدثون عن أمنهم الشخصي لكن هنالك مشاكل كثيرة منها هي الاعتداءات على المناطق العراقية واستغلال الأراضي العراقية، وأيضا يتحدثون عن تقليل الاعتمادية على المطارات والقواعد الكبيرة باعتبار هذا الخط سيسهل عملية النقل والابتعاد عن قضية النقل الجوي وتعرض القواعد الكبيرة للهجمات من قبل عناصر الحزب. وأيضا يحمل في طيات هذا الموضوع هنالك رسائل سياسية وإقليمية، وهذا النوع من التدخلات يعني ممكن يحمل رسالة للمجتمع الدولي أو اللاعبين الإقليمي بأن تركيا مستعدة للتدخل على المنطقة الحدودية دفاعا عن مصالحها. يعني أيضا كما يعزز نفوذ الجانب التركي على الأراضي كردستان شمال العراق من خلال الشراكات الاقتصادية والأمنية مع حكومة الإقليم. وكل ما يحدث سيد علي هو تحت مسمع ومرأة يعني حكومة بغداد وحكومة أربيل أيضا، لماذا هذا الصمت الحكومي أو إلى متى هذا الصمت الحكومي؟ يعني هذا الصمت موجود وكل الشارع العراقي اليوم يتابع هذا الصمت الذي لا يوجد له مبررات صراحة، إلى متى سيستمر أو ستستمران الحكومتان بهذا الصمت، وما هي الخيارات أو أوراق الضغط حتى يعني توقف النظام التركي عند حدوده، والذي بطبيعة الحال كما ذكرت حضرتك أيضا أنه كل ما يحدث اليوم هو انتهاك لسيادة العراق. بالتأكيد يعني هو الانتهاك للأسف الشديد على مدى سنوات، يعني نتحدث ليس عن سنة وسنتين، على مدى فترة طويلة جدا حصل من قبل الجانب التركي. والموقف العراقي هو ينحصر فقط في ظل البروتوكولات السياسية أو البروتوكولات الدبلوماسية في إدارة العمليات وإرسال رسائل حتى للمنظمات هذه الدولية. البيانات لم تعد موجودة سيد علي، يعني صراحة نعم هذه البيانات، بيانات التنديد والإدانات والاستنكار، حتى هذا لم تعد موجودة. هنالك ايضا موضوع مهم جدا لا ننسى ان هنالك اتفاقيه قد حصلت بعد زياره اردوغان الاخيره الى بغداد، حصل اتفاق امني ما بين الطرفين، صحيح كان المفروض ان يكون هنالك اعتماد لعمليه غرفه عمليات تكون في بغداد، لكن واقع لا توجد غرفه عمليات وتنسيق كامل ما بين بغداد وانقره، لكن واقع الحال هنالك موافقه، وهذه الموافقه التي تجاوزت حدودها الجانب التركي، تجاوزت حدود هذه الاتفاقيه بالتوغل بالاراضي العراقيه بشكل كبير جدا. كان من المفروض ان تكون هنالك موافقه على مسافه 40 كيلومتر داخل الاراضي العراقيه، لكن الموضوع تعدى هذه المسافه وبدا ياخذ بشكل افقي للدخول في الاراضي العراقيه، لكن لا يوجد هنالك رد عراقي باعتبار ان هنالك اطراف متدخله منها اقليم كردستان لديهم مساعدات يقدمها الى الجانب التركي بهذا الخصوص، وقد يكون هو مع الجانب التركي باعتبار ان هنالك مصالح مشتركه ما بين الطرفين، اضافه الى انه لا يوجد هنالك تنسيق واضح ما بين بغداد وما بين تركيا على 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 هذه العمليات العسكريه. وايضا انشغال الحكومه العراقيه حاليا بالازمه الدوليه، هنالك ازمه وهنالك انذارات بان تكون هناك حرب كامله في الشرق الاوسط في المنطقه، صحيح وخصوصا
بعد توجيه وهو الرسائل. كنت ما سأسألك سيد علي بخصوص هذا الموضوع، يعني هذه الجبهات المشتعلة بين إسرائيل وإيران وإسرائيل ولبنان وإسرائيل في غزة، يعني كل هذا أليس النظام التركي ربما يستغل هذا الوضع الإقليمي، هذا الوضع الدولي، يستغل الانتخابات الأمريكية حتى يعني يبسط نفوذه بشكل أكبر داخل الأراضي العراقية؟ بالتأكيد سيدي العزيز، يعني أول توغل حصل إلى الجانب التركي في الأراضي العراقية هو بعد سقوط النظام. كان هنالك استغلال للفوضى الموجودة في البلاد وبدأ بالتوغل في الأراضي العراقية، وكذلك استغل فترة القتال مع قتال الحكومة العراقية والجيش العراقي ضد التنظيمات الإرهابية في شمال العراق في الموصل، واستغل أيضا هذه الفترة وأيضا توغل في الأراضي العراقية. لذلك الجانب التركي يستغل نقاط الضعف ويستغل الأوقات التي يكون فيها انشغال في هذه المنطقة، وخصوصا في هذه الفترة. هذه الفترة تعتبر منطقة، عفوا، فترة حرجة جدا على وعلى المنطقة، باعتبار أن هنالك رسائل وصلت من الجانب الإسرائيلي ورسالة واضحة من المعتوه نتنياهو أنه العراق وسوريا ولبنان هما منطقة يعتبرها منطقة الشر، ويحاول أن ينفذ عمليات عسكرية في هذه المنطقة. لذلك الموضوع هذا هو موضوع خطر جدا، هنالك استغلال لهذا من قبل الجانب التركي، وايضا لا توجد هنالك تفاوضات حقيقيه، باعتبار ان هنالك ارتباط ما بين العراق وتركيا، ارتباطات سياسيه واقتصاديه. كان من المفروض الجانب العراقي ان يعمل على استعمال ورقه السياسيه والورقه الاقتصاديه على الجانب التركي لوضع توازن، يعني حتى لو كان هنالك تعاون امني ما بين الطرفين للمكافحه، باعتبار العراق لديه شعار اساسي جنده هو يمنع تنفيذ العمليات من الاراضي العراقيه او استغلال الاراضي العراقيه لتنفيذ عمليات على دول الجوار، وهذا الشعار مرفوع منذ فتره من قبل الحكومه العراقيه وايضا اكد عليه السيد السوداني. لكن لابد ان يكون هنالك حفظا للسياده للطرفين، ليس فقط انتهاك السياده العراقيه على حساب السياده التركيه، وهذه هي المشكله الكبيره. بما ذلك الدور التركي في الشمال العراقي، يعني ببناء البنية التحتية العسكرية على الطرق، هذا يعني يعكس تعقيدات بالعلاقة الإقليمية، سيكون هنالك تشابك بالأهداف الأمنية والمصالح الاقتصادية، وأيضا هنالك قد نواجه، يعني بعد أن تنتهي هذه الأزمة في المنطقة، قد نواجه أزمة كبيرة سياسية ما بين الطرفين. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي علي الحبيب، كنت معنا مباشرة من بغداد.